مساء الخير كل متابعي اليوم السابع، هكون معاكم محمد قاسم في لايف جديد من داخل منزل اصغر اقصر بنت في مصر فايزة. هنتعرف النهارده على حياتها داخل المنزل والدها بالتبني عم ابراهيم، تبناها من 28 سنة وهي يتيمة الاب والام، وهو عنده 80 سنة دلوقتي. هنعرف حكايتها وتفاصيل رحلته معاها في 28 سنة رباها. مساء الخير يا عم ابراهيم، مساء النور يا باشا. عايزين نعرف منك بقى يعني بنيت فايزة من امتى، واحكي لنا كل التفاصيل. من حوالي 28 سنة اتبنيناها مش تبني، بدأ أسرة بديلة على أساس إن إحنا كنا عاوزين نتبناها رسمي، فقالوا لا ما ينفعش حرام عشان أنت مخلف عيل. فقالوا مثلا ايه تبقى أسرة بديلة، معنى أسرة بديلة انك انت ايه دي يتيمة الأم والأب. من كام سنة الكلام ده؟ من 28 سنة، هو 28 سنة بالظبط. كنت شغال ايه يا حاج؟ انا كنت شغال على عربية نقل تباع. كانش عندك اولاد يعني وفدان. كان عندي سعد بس، الله كان عندي سعد بس وحداني. ده بقى هو اللي الحوار كله على اساس ان احنا مثلا عايزين نشوف لها مأوى غير المطرح ده. مثلا قدر انا موت صاحب البيت هياخد الشقة لانها مش بنتي، هتروح فين هي؟ فلازم يكون لها حاجة تسندها أو حاجة تعيش كمان منها. ده اللي احنا بنقوله وبنحب نوصله لأهل الخير اللي هم مسؤولين. احكي لي عن ظروفك الصحية. طيب نعم، احكي لي عن ظروفك الصحية. أنا الحمد لله أنا عامل عمليات كتير، وطبعا 80 سنة أو 82 سنة كمان، طبعا ما فيش شغل للسن نفسه، واخد بالك؟ ربنا يديك الصحة. تعيش. ف يعني اهل دي حاجة الخير كويسة انك انت قدرت تربيها لغاية ما وصلت ده لسن فضل من عند 28. ربنا. كان طبعا زوجتك الله يرحمها كانت برضو كانت شايلة معايا، كانت هي برضو شايلة معايا كتفها بكتفي الله يرحمها. هي بقى دلوقتي متوفية 4 سنين الله يرحمها. فده كل المشكلة بتاعتنا، ان احنا عايزين نشوف بعد ليها هي دي، مش ليا انا، لا ليها دي، هتروح فين بعد العمر الطويل؟ ونتكل على الله، يعني هتروح فين دي يتيمة الأم والأب، تروح فين؟ ده بس اللي احنا بنقوله، حاجة تعيش فيها وحاجة تقوت منها على أساس إن ربنا ما يحوجها لحد. وهي طبعا قزمة مش هتعرف أكتر إنها بتخش الحمام تستحمى، ده أكتر حاجة هي عنها. كمان أنت مصابة بفايزة ازيك؟ لا أنت هتعيطي ليه؟ معيط عن ماما. لا طبعا احنا عايزين نسمع منك دلوقتي وتوجهي طبعا الشكر لعم ابراهيم، قولي له كلمه دلوقتي قدام متابعي اليوم السابع على ان هو 28 سنه بيرعاك. احكي لنا كده وقولي له كلمه كده اشكريه فيها، احساسك ايه بعد ما كبرك؟ يعني انا دلوقتي ما احبه قوي، يعني ما فيش شيء الصراحه، ما فيش شيء، يعني انا بحبه قوي ومشكور على اللي هو عمله معايا الحمد لله. يعني احكي لي اكتر حاجه انت يعني حاسه من جواك ان هو واقف معاكي فيها دايما وكان متحملك، اكتر حاجه كانت ايه تفتكري له؟ ايه اكتر حاجه؟ حنيته يعني، حاجات كتيره يعني. كل اللي نفسي بيه بيقبول، كل اللي نفسي بيه. انت طلعت في الدنيا لقيتيه هو ووالدتك بالتبني، وهم الصراحة يعني أنا ما ينسوهم يعني.
انت بتقدري تعملي حاجه في البيت يعني؟ او طبعا هو قال ان انت مصابه في محتاجه عمليه او حاجه كده. عشان بس اقف على رجلي وعايزة اطول شوية، نفسي بس نفسك في ايه؟ ايه؟ نفسك في ايه؟ قولي لي نفسك في ايه؟ نفسي اعمل عملية عشان اطول شوية. ده طبعا احنا دلوقتي متابعين اليوم السابع داخل منزل الحاج ابراهيم اللي هو اتبنى فايزة من 28 سنة لغاية ما كبرها ورباها ورعاها زي ولاده بالظبط، لكن هو الآن زي ما حضراتكم شايفين تخطى 80 سنة من عمره، وطبعا عامل عملية بتر في صوابع رجله زي ما قال لنا طبعا، وهو خايف عليها بعد العمر الطويل يعني ان تكون لوحدها في الدنيا ومحدش هيرعاها، لان هو طبعا الشقة اللي موجود فيها ايجار صح؟ ايوه. احكي لي بقى يا حاج، عن هل مثلا حد قال لك ان هي مش من حقها تقعد بعد صاحب البيت نفسه قال لك ايه؟ احكي لي قال لك ايه؟ قال لي يعني لو توكلت على الله فايزة ملهاش انها تقعد في الشقة. ليه؟ قالوا عشان هي مش بنتك، ملهاش حق انها تقعد في الشقة. ده كده وش يعني على طول، يعني هم الكلام على طول اتقال كده في وش، مش كده مجاملة لا. فربنا يطول في العمر وادي احنا قاعدين. احنا عرفنا طبعا ان في حد من الاهالي هنا تبناها في المرحلة الاخيرة معاك، ان هو بيجي يساعدكو في اي طلبات هي بتعوزها طبعا بعد ما انت كبرت في السن، الاستاذ عادل. مفيش الا ايه، ابو احمد عادل الله يبارك له، بيجي برضه بيخدمنا، مش عيب، هو ده يساعد ابني. احنا هنتعرف عليه دلوقتي ونعرف برضه منه تفاصيل حكايته معاها في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا ان شاء الله. اتفضل يا استاذ عادل. قول يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على مان عايزين نعرف بقى، نتعرف بحضرتك الأول واحكي لنا تفاصيل حكاية فايزة. أنا اسمي عادل. احكي لنا بقى فايزة يعني إيه حكايتها؟ والله حكايتها أنا قاعد هنا في المنطقة بقالي 17 سنة، فمن يوم ما جيت أنا عارف فايزة واتعودت علينا وخدت علينا والكلام ده كله، واي حاجه بتحتاجها يعني الحمد لله يا رب مش مجابه وتمام ومية مية، وتعودنا على بعض وبخدمها عادي اعتبرتها بنت من بناتي. طب انت شايف هي دلوقتي حالتها الصحيه ايه ومحتاجه ايه؟ هي مش محتاجه الا مكان بس تقعد فيه، وحالتها الصحيه بس ان احنا نعمل لها كارت ان نوديها اي مستشفى ولا اي علاج، اي حاجة تحتاجها مساعدة بس من اهل الخير بس. بتقوم معاها بايه يعني؟ قول لي دورك معاها ايه خلال الفترة اللي فاتت بعد ما قررت ان انت ترعى حالتها يعني؟ يعني الحمد لله اتعودت عليا واستريحت معايا وتمام، وما قابلتش اي حد بصراحة من هنا خالص غير قعدت معايا وتعودت عليا وكانت بتسافر معايا الفيوم، يعني سافرت معايا مرتين الفيوم وقعدت معايا بال10 ايام والكلام ده، واستريحت معايا مع الاهلي وتمام ومية مية. يعني احكي لي يومك بقى بيبدأ معاها ازاي؟ ايه اللي بتطلبه منك؟ مش عايز اتكلم فيه بصراحة. لا يعني الحياة معاها طبعا احنا عايزين نعرف منك تفاصيل عنها، هل مثلا ليها هوايات معينة انت بتحاول انك تخرجها؟ فعلا بحاول الحاجة يعني فيها ايه؟ حد يقدر يحققها؟ جميع كل حاجة بصراحة انا ما مش يعني الحمد لله يعني وربنا رزقني يعني بصراحة والحمد لله، يعني مش محتاجة الا راحتها بس ان هي تستريح في مكان بس مش اكتر، يعني ان هي في مكان يكون بتاعها تبعها، ما حدش يقول لها خروجي، ما حدش يقول لها تعالي روحي الكلام ده كله، ما حدش يضايقها
عشان هي بتتضايق من الموضوع ده يعني قوي، يعني بتتضايق منه جامد. اللي لما سمعت صحبات البيت والكلام ده كله ان عاوزين بعد عمر طويل يعني بعد ابوها، وبصراحة له الشكر وله كل الخير بأمر الله. يعني الراجل ده بصراحة ربنا انا مش هشوف حد زيه بأمانة ربنا، مش مجاملة يعني، مش هشوف اي حد في خدمتهم، خدمتها ليه وكل حاجة، جميع كل حاجة بصراحة، ولبس وتليفونات بصراحة وحاجة، وكل جميع كل حاجة تخيلها على بالك، ما مش بيأخر عليها حاجة، لو اخر جنيه في جيبه وهي طلبت الحاجة لازم أن تيجي، تليفون لو ب5000 جنيه لازم يجي، ما بيأخرش عليها حاجة بصراحة ربنا. فايزة خد المايك ووجهي كلمة بقى لبابا إسماعيل والأستاذ عادل، تحب تقول لهم إيه دلوقتي؟ تحب تقول لهم إيه؟ وجهي لهم كلمة، وجهي كلمة لعم إبراهيم والأستاذ عادل. عندي صوت عشان هي برضه بصراحة. قولي كلمة لعم إبراهيم والأستاذ عادل. يعني قولي كلمة اشكري ابوكي. بشكر بابا مع اللي هو عمل معايا، بشكر ابو احمد، بشكر ليه، بشكر ابو احمد بصراحة لو بيته يعني سايبني، ويعني الحمد لله يعني هما برضه بيعجبوا كلماتي واحسن كمان يعني، ان شاء الله ربنا يخليه يطولنا بعمره برضه، بيخلينا لحد أمه، كانت ست كبيرة وتعبانة يعني عاملة عملية القلب، الحمد لله يعني ربنا يشفيها ويشفي كل مريض، والمصطلح يعني أنا بشكره صراحة، مش عشان هو قاعد، أنا بشكره على كل حاجة حلوة عملها معايا صراحة، وبشكر للناس كلها. بس. عم ابراهيم جاب لك موبايل مره غالي جدا صح؟ قولي لي بقى جاب لك موبايل كنت فرحانه بيه؟ جاب لك موبايل قريب؟ جاب لي قريب، انا طلبت اللي انا عايز ابيعه عشان اكدت تجيب خير. ماشي يعني انا كل مره يعني ما زود يعني ما يقعد معايا شهر واخيره كده. بتحبي تقعدي على النت؟ قوليلي بقى بتتفرجي على مين؟ على الممثلات وعلى الأفلام اللي انتي والتمثيليات اللي انتي وكل حاجة. بتحبي تسمعي أغاني؟ لمين؟ من كعبد الرئيس وعمرو دياب وأمير شاكر واسمها انتي فاتن حمامة وفايزة فايزة أحمد ماجدة اللي انا ده بتضحكني وأكلة بس. قوليلي بقى نفسك تقابلي حد من المطربين او الممثلين؟ نفسك تقابلي حد من الممثلين او المطربين؟ مين عايزه تقابلي مين؟ نفسك تشوفي مين؟ في اولا ماشي اسمها ايه؟ بسرعه على فكره فكرت. معاك الامام استاذ احمد السقا. هو ده اسمه ايه؟ مش قول لي يعني الممثلين يعني مش وعم عم شفته وعم عبد فيه محمد النكاكي كل حاجة يعني. انت متابع بقى كويس لكل الحاجات الافلام والاغاني وكده. تعرفي تعملي اي حاجة في البيت بقى مثلا بتساعدي عم ابراهيم في حاجة؟ انا يعني ما اعرف الصراحة، عايزة اكل هو مخيف للصراحة من كده بس انا ما اعرف امسح بطبخ، بس انا ايه ماليش مشاك امسح بس واعمل بس ماليش مشاك. ايه اكتر حاجة بتزعلك وبتضايقك؟ ان الكران اللي تحت ليا طول كده. اكتر حاجه بتفرحك ايه؟ الناس كلها. لا انت لما حد يعمل ايه بتفرحي قوي، بيبقى حنين عليكي مثلا. بيبقى يعني قولي لي ايه اكتر حاجه بتسعدك وتبسطك في الدنيا؟
يعني ساعدني. ابو احمد الحاجه اللي بتفرحك لما عم ابراهيم يجيب لك موبايل، ولا يعني ايه الحاجه اللي بتخليكي مبسوطه؟ هو بابا. باباكي؟ انت بتحبيه قوي بقى. ربنا يخليه. انت بتحبيه قوي. طب وجهي له كلمه بقى، قولي له قولي له انك بتحبيه. طبعا انا بحبك قوي يا بابا، وبشكرك من كل حاجه حلوه في حياتي. عم ابراهيم نفسك في ايه يا عم ابراهيم؟ نفسي ان هي تبقى كويسه، وتبقى كويسه مع الناس على اساس الناس ما تتضايقش منها، لان اللي هو اللسان هو اللي بيخلي البني ادم وحش وهو اللي بيخليه حلو، وهي اصلها خلقها ضيق، بس معلش ربنا برضه ايه بيسامح. اتبوت عايزة تقولي حاجة تاني؟ لا يا مسلم، أنا باكل الناس كلها صراحة اللي بيعملوا معايا، يعني الناس الوحشة اللي ما عملهمش، ماشي خلاص. طب كلميني بقى عن العريس اللي مؤخرا كان في عريس، احكي لنا عن العريس بقى. أنا كنت قدمت وأنا رفضت. بس رفضتيني ايه؟ رفضتيني ايه؟ كان طويل ولا قصير؟ كان قصير، كان قصير عني سنة شوية، وكان لما أكثر بيبدأ حاجات. لا دلوقتي عايزين نعمل بقى مواصفات. طب العريس مواصفات العريس ايه؟ يعني كان صغير. انت عايزاه طويل؟ لا ولا طويل ولا مضايق، انا ما كنتش موافقة. طب انت لو انت فكرت ان في يوم من الايام يبقى عندك زوج واسرة عريس متجوزين، مواصفات العريس ايه؟ كأي زيك زي اي بنت يعني، بتحلمي ان يبقى العريس ده شكله ايه؟ عايزاه يبقى شكله ايه؟ لا انا مش عايزه، مش عايزه خالص. أنا خمسة أهو يعني. وأنا خلاص؟ حاجة عايز تضيف حاجة تانية يا أستاذ؟ لا تمام والله يعني. يبارك لك وربنا يجعل لك مزارع حسنات إن شاء الله. في النهاية نعرف برضو اللي هي محتاجة، اللي هي محتاجة الشقة بس، ومحتاجة اللي هو الكارت ده اللي هي بتروح بيه مستشفى، تروح بيه أي حاجة بس، مش هي مش محتاجة أي حاجة تانية بقى كده خلاص. نعم حق. أول حاجة برضه تتقوت منها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وعايزين نفتح لها باب رزق، يبقى لها باب رزق كده. تعرفي تقفي في محل أو تبيعي؟ كلمي نفسك في المحل يكون تبيعي إيه؟ عايزة تكون عندك محل تبيعي فيه إيه مثلا؟ محل إيه؟ تجيبي فيه إيه يعني؟ يعني محل كبابيك وحاجات ومسلسلات وكده. تقدري تقفي فيه وتبيعي وكده؟ او شوية شيبسي مش عارفة ايه كده.